تهاني أرملة حلمت بالسعوديين بيفرجوا رونالدو على عباية، وقلت في بالي عايزين يجوزوه واحدة سعودية، دخلوا ياكلوا وأنا حبيت أخش، رفضوا أخش معاهم، بعدين دخلت لقيت رز والفراخ. طيب طبعا أنا هي رؤية طبعا كويسة جدا، انتي بتقولي هم رفضوا انك انتي تخشي معاهم، فهو موضوع مؤجل ليكي شويه، موضوع حاجه انتي بتسعي ليها، هي متاجله شويه بس هتتم باذن الله تعالى. طبعا بقى موضوع رونالدو والحاجات دي، هو جاي من احتوائه في الدوله نفسها، جاي من الاحتواء القوي جدا، والله اعلم، بس هتواجهه مشكله وهتعدي، والله اعلم.